نأتي الآن إلى الإمام الحنفي الجليل أبو بكر الجصاص، أبو بكر الجصاص المعروف بالرازي، أبو بكر أحمد الرازي المعروف بالجصاص، المتوفى سنة 70 و300. هذا مجتهد مذهب، هذا من أكبر أماثل الحنفية يا أبا محمد، وهو مجتهد مذهب، له كتاب عظيم الفائدة اسمه أحكام القرآن، يفسر فيه إيه؟ آيات الأحكام في كتاب الله، يفسر فيه آيات الأحكام من كتاب الله تبارك وتعالى. طبعا دار الفكر البيروتية المجلد الأول، المجلد الأول 1993 ميلادية الطبعة. نأتي الآن، هو نص طويل لكن مفيد، سأقرأه بطوله وعلى طوله أنه مفيد في فوائد علمية وفقهية وتفسيرية، في الصحيفة 99. طبعا هذا كله إيه؟ كلام ضمن أو في أعطاف الكلام على ماذا؟ على قوله تبارك وتعالى: لا ينال عهد الظالمين، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، أن يكونوا أئمة. وتحدث طبعا إيه حديثا جيدا دقيقا في معنى الإمام. في نهاية المطاف استروح الإمام أبو بكر الجصاص الرازي إلى أن الإمامة أعم من أن تكون إيه إمامة إيه الرئاسة العظمى للخلافة، هذه تدخل فيها دخول أوليا إمامة العلم والفقه والقضاء، حتى إمامة الصلاة، كل من إيه يتبع أيها الإخوة في إيه؟ في شأن من الشؤون الخيرة الشريفة لهداية الناس وسياسة أمورهم يعتبر إيه إمامة. هذا محصل قوله، هذا محصل إيه قوله. نعم، قال لا ينال عهد الظالمين، إبراهيم قال ومن ذريتي، الله أجابه قال لا ينال عهد الظالمين. ماذا يقول الإمام الجصاص؟ ومن الناس من يظن أن مذهب أبي حنيفة تجويز إمامة الفاسق. كل هذا نص طويل، وفي الأخير سوف نرى أن معاوية فاسق ظالم عند أبي بكر الجصاص الحنفي الرازي. نعم، يمثل به، جعله مثالا واضحا ضمن آخرين. ومن الناس من يظن أن مذهب أبي حنيفة تجويز إمامة الفاسق وخلافته، وأنه يفرق بينه وبين الحاكم. نعم، فلا يجيز حكمه. الحاكم مش هو هنا القاضي، مش الحاكم بمعنى يعني إيه برضو الرئيس، لا، الحاكم القاضي. قال في فرق بين إمامة وبين الحاكم، وذكر ذلك عن بعض المتكلمين وهو مسمى إيه زرقان، وقد كذب في ذلك وقال بالباطل، وليس هو أيضا ممن تقبل حكايته. قال أبو حنيفة ليس هذا مذهبه، أبو حنيفة معروف مذهبه شديد في المسألة هذه، ولا فرق عند أبي حنيفة بين القاضي الحاكم، يعني شوف عرفه القاضي، وبين الخليفة في أن شرط كل واحد منهما العدالة، وأن الفاسق لا يكون خليفة ولا يكون حاكما، كما لا تقبل شهادته ولا خبره لو روى خبرا عنه عليه السلام عن النبي يعني، وكيف يكون خليفة وروايته غير مقبولة وأحكامه غير نافذة، وكيف يجوز أن يدعى ذلك على أبي حنيفة وقد أكرهه ابن هبيرة في أيام بني أمية على القضاء وضربه فامتنع من ذلك وحبس، فلج ابن هبيرة وجعل يضربه كل يوم أصواتا، فلما خيف عليه قال له الفقهاء فتولى شيئا من أعماله أي شيء كان حتى يزول عنك هذا الضرب، فتولى له عد أحمال التبن الذي يدخل. أبو حنيفة، الله أكبر على الإمام يا أخي، هذه الإمامة، هذا التقوى، هذا التقوى. مش اليوم، سأقولها كلمة واضحة، مش اليوم، واسمعوا عني هذا جيدا يا إخواني وأخواتي، مش اليوم والنار تحمى لإشعال المنطقة بحرب طائفية دينية يراد تفجير منطقة الشرق الأوسط، انتبهوا، بحرب بين الشيعة والسنة، وتؤرث النيران وتذكى يوميا بألف أسلوب وأسلوب، ونرى من العلماء والمفكرين والمشائخ والدعاء من يندلق ويندلع أيها الإخوة في هذه المسألة، زعموا باسم الدفاع عن الشيعة، باسم الدفاع عن السنة، باسم الدفاع عن أهل البيت، باسم الدفاع عن إيه؟ عن الصحابة، والله يعلم إيه؟ أن كثيرا منهم على الأقل كاذبون وجاهلون، ومنهم الجاهلون أيها الإخوة. لا، لذلك لا يمكن أن يسحب فتيل أيها الإخوة هذه الأزمة إلا بالكلام المعتدل المتوسط الحق، تقال الحقائق لنا وعلينا، سنة وشيعة، يرضى السني مرة يغضب مرة، يرضى الشيعي مرة يغضب مرة، لا علينا، يتعلم الكل، على الكل أن يتعلم الإنصاف والمعدلة،
تبدا توزن ايه الامور بميزان ايه دقيق من غير تعصب من غير ايه تاريخ للنيران والاحقاد. لكن اين من يفعل هذا؟ ليه؟ لانه السلطان لا يريد، السلطان يريد اشياء اخرى. فمهما طلب السلطان من شيء واشار به واعرب عن رغبته فيه، ما شاء الله لبوه من وقتهم ومن فورهم، ولتسعد اعداء الامه. وسوف ترون مصداق كلامي هذا، وإن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبو حنيفة أبدا، هذا الإمام. ثم دعاه المنصور أبو جعفر إلى مثل ذلك فأبى، فحبسه، نعم، حتى عد له اللبن، الأحجار يعني الطوب الذي كان يضرب لسور مدينة بغداد. عمل حقير جدا جدا جدا، لكن لا يتولى إيه منصبا كالإفتاء أو القضاء أو كذا، لا، أبو حنيفة. وكان مذهبه مشهورا في قتال الظلمة وأئمة إيه الجور. ولذلك قال الأوزاعي إمام أهل الشام: احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف. إيش السيف يعني؟ الخروج على السلطان الظالم، الثورة، ريفولوشن، تخرج بالسيف كما خرج إيه القراء بقيادة عبد الرحمن بن أبي إيه الأشعث على الحجاج اللعين الممسوخ. حتى جاءنا بالسيف يعني قتال الظلمة فلم نحتمله، لا، نخرج على أئمة، على أمة إيه؟ الجور والظلم، لا. وكان من قوله وجوب الأمر، يعني كان وجوب الأمر من قوله، وكان من قوله وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض بالقول، فإن لم يؤتمر له فبالسيف، على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسأله إبراهيم الصائغ، وكان من فقهاء أهل خراسان ورواة الأخبار ونساكهم العباد يعني، عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال هو فرض، أبو حنيفة. وحدثه بحديث عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو حنيفة حدث إيه؟ إبراهيم الصائغ، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الشهداء حمزة ابن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتل. فرجع إبراهيم أي الصائغ إلى مرو، وقام إلى أبي مسلم صاحب الدولة فأمره ونهاه وأنكر عليه ظلمه وسفكه الدماء بغير حق، فاحتمله مرارا ثم قتله. هذه الفتوى تسببت في قتل إبراهيم الصائغ. أبو حنيفة ما شاء الله، وهذا رجل صالح رضي الله عنهما. وقضيته في أمر زيد بن علي في الثورة حين ثار إيه؟ على هشام مشهورة، كان يجمع له النقود ويؤلب على هشام ويفتي بدعم الإمام زيد في خروجه على إيه؟ على السلطان الأموي. وقضيته في أمر زيد بن علي مشهورة، وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سرا في وجوب نصرته والقتال معه، معروف، رجل ثائر أبو حنيفة. وكذا ولذلك أبو حنيفة، شفته أبو حنيفة بالذات من بين الأئمة الأربعة مكروه عند المحدثين. من المحدثون؟ في الجملة يعني هؤلاء كانوا الجهاز الثقافي والإعلامي والدعاء والتبريري في الجملة للدولة. مجروح قال لك أبو حنيفة هذا إنسان مش ثقة، إنسان جاهل، لا يعرف العربية، قال بأبا قبيس، لا يعرف الحديث، يحفظ سبعة أحاديث فقط. أبو حنيفة عنده عشرة مسانيد، مسانيد أبي حنيفة، لا يعرف الحديث وجاهل بالعربية. لماذا دان له العلماء الكبار إذن في عصره؟ لماذا تلمذته فطاح العلماء؟ هكذا كانوا جهلة يعني، يعرفون أن هذا الرجل جاهل؟ لا لا لا، كله تشويه للسمعة. آخر هؤلاء رجل من هؤلاء أيها الإخوة قبل سنين يؤلف كتابا يزيد يربو على 400 صفحة، جمع فيه كل ما قيل في سب أبي حنيفة والإقذاع في حقه وتكفيره وتفسيقه وزندقته. يحيي هذه الأقوال إيه؟ السيئة والعياذ بالله، الأقوال المتهافتة في أبي حنيفة. إيش العقد هذا؟ طبعا ما زالوا علماء السلطان، هذا قبل يعني بضع عشرة سنة فقط، والكتاب عندي أزيد من 400 صفحة. نعم، أبو حنيفة رضوان، أبقى أبو حنيفة أبا حنيفة كما قلت في الخطبة، أكثر من عبد الله بمذهبي إلى اليوم أبو حنيفة. ومات شهيدا بالسم في السجن، سمموه رضوان الله تعالى عليه. المهم، وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن، اللي هو محمد النفس الزكية، محمد النفس الزكية، وإبراهيم أخو النفس الزكية، أولاد إيه؟ أولاد عبد الله بن حسن المثنى، معروف إيه مذهبه. وقال لأبي إسحاق الفزاري حين قال له: لما أشرت على أخي بالخروج مع إبراهيم حتى قتل؟ قال: مخرج أخيك أحب إلي من مخرجك. وكان أبو إسحاق قد خرج من البصرة، وهذا إنما أنكره عليه، يقول أبو بكر الراز الجصاص، أغمار أصحاب الحديث. هو هذا محدثون هذولا
أنكروا على أبي حنيفة، كيف يقول بالخروج على الظلمة؟ لا يسمونهم الظلمة، الأئمة، أئمة الزمان، أغمار أصحاب الحديث الذين بهم، قال بهؤلاء بالمحدثين الأغمار هؤلاء، قال الذين بهم فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تغلب الظالمون على أمور الإسلام بالتبرير. وقال صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، وإن 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 تصبر وتحتسب وتسكت. قال ضيعوا الإسلام، قال الرازي يقول أصحاب الحديث ما شاء الله، الجهاز الأموي الخطير، الجهاز الثقافي الفظيع، أفسد عقلية الناس، خصاهم كما أقول دائما أنا، خص الناس. فمن كان هذا مذهبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف يرى إمامة الفاسق؟ طب من أين جاء الغلط؟ لماذا اشتبه هذا على أبي حنيفة؟ من أين طيب؟ هذا مذهبه وهذه حياته. الآن يفصل هذه القطعة الثانية الآن هي من الموضوع، انتبهوا وهنا نبدأ ندخل إيه؟ في موضع الشاهد. يقول فإنما جاء غلط من غلط أو غلط في ذلك إن لم يكن تعمد الكذب من جهة قوله وقول سائر من يعرف قولهم العراقيين، قول مين؟ قول أبي حنيفة. يعني من هذه الحيثية، لأن أبي حنيفة وسائر العراقيين قالوا، ماذا قالوا عاد؟ باختصار بعد ذلك نقرأ لكم، قالوا يجوز، نقرأ أحسن، قالوا أن القاضي إذا كان عدلا في نفسه، القاضي إذا كان عدلا في نفسه فولي القضاء من قبل إمام جائر أن أحكامه نافذة. أبو حنيفة ليه مستشهد هذا لنفسه؟ لكن قال إذا كان القاضي عدلا في نفسه ورعا ثقة تقيا سيحكم إيه؟ بأحكام الله الكتاب والسنة، ولا حاكم جائر حاكم ظالم من حكام بن أمية أو بن العباس وحكم. الآن السؤال الجديد، تنفذ أحكامه أو لا تنفذ؟ أبو حنيفة وسائر العراقيين قالوا تنفذ، لا نبطلها. وهذا هذا هذا كلام فقه واقع، هذا من فقه الواقع. على كل حال نافذة وقضاياه صحيحة، وأن الصلاة خلفهم جائزة مع كونهم فساقا وظلما، وهذا مذهب صحيح ولا دلالة فيه على أن من مذهبه إمامة الفاسق. لا، الفاسق لا يؤم، لكن إن أم صلاتي خلفه باطلة قال لا صحيح، لكن المفروض ألا يؤم الفاسق، والمفروض ألا إيه؟ ألا يستخلف فاسق، لكن أنا استخلف الفاسق وبعدين إيه؟ بعض الناس عمل له ينفع؟ قضايا بتكون صحيحة؟ قال صحيحة. طب إن استخلف الفاسق وأعطى بعض الناس إيه؟ بعض ما يستحقون شيئا من مال الأمة يؤخذ؟ قال خذ، هذا حقك، حقي في يد الظالم، وصلني إيه؟ بعض حقي، قال خذه، وقد أخذوا العطايا. وهنا موضع الشاهد الآن، انتبهوا، وذلك لأن القاضي إذا كان عدلا فإنما يكون قاضيا بأن يمكنه تنفيذ الأحكام، وكانت له يد وقدرة على من امتنع من قبول أحكامه حتى يجبره عليها، ولا اعتبار في ذلك بمن ولاه، لأن الذي ولاه إنما هو بمنزلة سائر أعوانه، وليس شرط أعوان القاضي أن يكونوا عدولا. ألا ترى أن أهل بلد لا سلطان عليهم لو اجتمعوا على الرضا بتولية رجل عدل منهم القضاء حتى يكون له أعوانا على من امتنع من قبول أحكامه لكان قضاؤه نافذة، وإن لم يكن له ولاية من جهة إمام ولا سلطان. وعلى هذا تولى شريح وقضاة التابعين القضاء من قبل بني أمية. بدنا نفهم الشاهد، بني أمية ظلم، قال ظلم فسق، لكن في قضاء عدول مثل شريح وسائر العدول منهم تولوا لهم، ما في مشكلة، قال أحكامهم صحيحة. وقد كان شريح قاضيا بالكوفة إلى أيام الحجاج، ولم يكن في العرب ولا آل مروان أظلم ولا أكفر ولا أفجر من عبد الملك. نعم نعم، شوف الألفاظ، ألفاظ مين؟ الرازي الجصاص، قال لا في العرب ولا آل مروان أظلم ولا أكفر ولا أفجر من عبد الملك. بالمناسبة أحد العلماء المسلمين قبل بضع عشر سنة زرنا في البيت وتناقشنا في مسألة أمية وبني أمية، فجرى الحديث أو تطرق إلى ذكر عبد الملك، فأخذوا عبد الملك الظالم، غضب غضبا وقام على رجلي، قال عبد الملك ظالم؟ قلت له من أظلم عباد الله يا أخي؟ والإمام الذهبي ذكر هذا وسيرته مزبورة. قال لي مستحيل، هذا من أمثل. قلت له يا أخي والله عجيب يا أخي. قال أنا درست التاريخ. قلت له أنت درست التاريخ؟ غريب، إذا كنت درست التاريخ في الجامعة طبعا وتقول هذا. طب دعني، قلت له دعني آتك بما قال الذهبي. قال لا لا أنا أذهب. قلت له هذا هو، أنا كنت أجلس في مكتبتي
قلت له وبيننا وبين النبلاء للذهبي أقل من مترين يعني، نأتي بالكتاب وأقرأ لك. قال لا 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 والله منعني، لم أستطع، لا يريد أن يعرف الحقيقة. هو عنده عبد الملك هذا الشيء كبير يعني. لا يقرؤون، هذه المشكلة. أستاذ بروفيسور في الجامعة لا يقرؤون، أنا أقول لكم لا يقرؤون. عيب عيب أن تتكلم فيما لا تعرف. شوف الإمام الجصاص ولم يكن في عماله أكفر ولا أظلم ولا أفجر من الحجاج. أحد هؤلاء كتب تعليقا قبل أيام قرأته يسبني، طبعا هم لا يحسنون إلا السباب، الحمد لله، نحن بضاعتنا الدليل والعلم والفقه والوعي والحرية والاستقلال، هم بضاعتهم السباب والشتائم، وكل إناء لا أقول بالذي فيه يرشحوا بل ينضحوا، لأنه ليس عندهم إلا السباب وعندهم كثير، هذا لا يملون السباب. الكلام صفة المتكلم، أنت كما تقول ما في، أنت لست إلا سبابا عيابا، نحن أهل علم وتحقيق بس، أنت هكذا نحن وكذا. وإي الله وعند الله تجتمع الخصوم والناس تحكم بفضل الله، الناس لها عقل ووعي. نعم، لماذا؟ من أجل أنني تكلمت في الحجاج، غضب غضبا شديدا. الحجاج عنده شيء كبير برضو. إن شاء الله بس ما يخلوش من الصحابة، ما يجعلوش أحد الصحابة العظام أهل بيعة الرضوان، يمكن شيء غريب. الحجاج الذي قال فيه عمر ابن عبد العزيز لو تخابثت الأمم فأتت كل أمة بخبيثها، يعني اجتمع يوم القيامة كل خبثاء الأمم وجئنا بالحجاج وحده لغلبناهم. عمر بن عبد العزيز الأموي رضوان الله تعالى عليه، الخليفة الراشد العاقل تقي، قال هذا أخبث من كل خبثاء الأمم، لعنة الله على الحجاج إلى يوم الدين، لعنة الله عليه. الحجاج هذا، الحجاج هذا أهان وحقر أصحاب رسول الله. أنس بن مالك بدر منه شيء هكذا يعني لم يعجبهم، ختم في عنقه، ختم كالدواب ويمشي بين الناس ويذهب إلى الصلاة مختوما، أنس بن مالك. نعم، وكان عبد الملك أول من قطع ألسنة الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بس مش قطع هيك هكذا، لا، حتى بالقتل، قتل الموت يعني، كمان بالخوف بالرعب، مش إنه قطعها يعني هكذا، لا، يا ريت اقطع لسانه يسيبني، لا، يقطع رأسك كله، يقطع الذي فيه لسانك. صعد المنبر فقال إني والله ما أنا بالخليفة المستضعف، منه يعني عثمان، أنا مش عثمان، قال له وانت بصح لك تكون عند التراب اللي مش عليه عثمان يا عبد الملك، قال والله ما أنا بالخليفة المستضعف، يعني عثمان حضوري تناقضت. انت قبل شوي قلت ممنوع ايه نشبه الإنسان بالتراب، ايه اقول لك الإنسان العادي مش الكافر، سماه الجصاص الكافر الظالم، أنا لا أكفره طبعا، لا أكفر عبد الملك، لكن هذا مذهب الجصاص طريقته، مش الظالم الفاجر اللعين، هذا بالعكس، هذا الدابة خير منه، يوم القيامة سيتمنى إن لم يعفو الله عنه أن يكون دابة يقال لها كوني ترابة. هي يا بابا، يتمنى أن يكون نسيا منسيا مش بس ترابة. انتبهوا، الإنسان العادي الذي كرمه الله. ما أنا بالخليفة المستضعف يعني عثمان، ولا بالخليفة المصانع يعني مين؟ معاوية. وإنكم تأمرون بأشياء تنسونها في أنفسكم، والله لا يأمرني أحد بعد مقامي هذا بتقوى الله إلا ضربت عنقه. يخرب بيتك، يخرب بيتك يا عبد الملك، تضرب عنق الموحدين لأنه يقول لك اتق الله؟ قال نعم، كلمة اتق الله واحد يقول لي إياها أضرب عنقه. وكانوا يأخذون الأرزاق من بيوت أموالهم، بيوت مال كذا، مش هيك وبس. هشام هذا مرة أخذ إيه أرزاق الجند لسنة، يؤخر شهرا بعد شهر، شهر مع شهر أخذها، يأخذون أرزاق الناس وأرزاق الجند، شيء غريب. وقد كان المختار الكذاب يبعث إلى ابن عباس ومحمد بن حنفية وابن عمر بأموال فيقبلونها. شفتوا إذا ينفع تأخذ الأموال وأرزاق من هؤلاء الظلمة. وذكر محمد بن عجلان عن القعقاع قال كتب عمر بن عبد العزيز بن مروان إلى ابن عمر ارفع إلي حوائجك، خليفة الراشد الخامس كتب إيه لعبد بن عمر ارفع إلي حوائجك، فكتب إلي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأحسب أن اليد العليا يد المعطي وأن اليد السفلى يد الآخذ، وإني لست سائلك شيئا ولا رادا عليك رزقا، رزقنيه الله منك والسلام. إذا تبعث لي من عندك هكذا أنا بأخذه، لكن أنا لا أسألك. وقد كان الحسن اللي هو طبعا البصري، مش إذا ذكر حسن هكذا وحده هو البصري طبعا، إلا أن يكون إيه معروفا من خلال السياق الحديث عن الحسن بن علي وكذا. وقد كان الحسن وسعيد بن جبير والشعبي عمرو بن شراحيل
وسائر التابعين يأخذون أرزاقهم من أيدي هؤلاء الظلمة، لا على أنهم كانوا يتولونهم ولا يرون إمامتهم. هذا كلام في منتهى الأهمية. تعرفون لماذا؟ سيقول لكم هؤلاء، سيقول لكم يا أخي، لكن حسن بن علي كان يأخذ إيه؟ الرزق من معاوية، والحسين كان يأخذ، وفلان من أهل بيت بن عباس كان يأخذ، معناها يقرون بمعاوية، يرونه ما شاء الله إماما إيه؟ عدلا. لا، ما لهاش علاقة، هذه أموال أمة، هم بأخذوا من بيت أبيه وأمه إيه؟ بأخذوا من عرق جبينه وكد يمينه، يأخذون بعض حقهم يا أخي، حقوقهم. زي اليوم يجيك إمام ظالم، رئيس ملك ظالم، وبعدين إيه يعطي بعض الناس إيه بعض ما لهم، يقول لك لا لا تأخذ من الظالم، وأنا أخذت من رزقي يا أخي، هذا بعض رزقي، صح ولا؟ كالقذافي مثلا ولا مبارك، هلا أرزاق الأمة، وقد سرقوا منها الملايير، سرقوا منها وأنفذوا منها لأعداء الأمة الملايير، كيف لا نأخذ؟ هذا بعض ما لنا. وهذا لا يعني أننا إيش نقر إمامتهم ولا نتولاهم ولا نحبهم، ما لهاش علاقة، هي مسألة ثانية، انتبهوا فاحفظوا هذا، كلام مفيد هذا، علم. قال لا على أنهم كانوا يتولونهم ويرون إمامتهم، وإنما كانوا يأخذونها على أنها حقوق لهم في أيدي قوم فجرة. وكيف يكون ذلك على وجه موالاتهم وقد ضربوا وجه الحجاج بالسيف لما خرجوا عليه، ثورة ابن الأشعث، وقد ضربوا وجه الحجاج بالسيف وخرج عليهم القراء العباد العلماء يعني 4000 رجل هم خيار التابعين وفقهاؤهم، فقاتلوا مع عبد الرحمن ابن محمد ابن الأشعث بالأهواز ثم بالبصرة ثم بدير الجماجم من ناحية الفرات بقرب الكوفة، وهم خالعون لعبد الملك ابن مروان، لاعنون لهم، متبرئون منهم. انتبه الآن، نختم به الآن موضع الشاهد، فهمتم السياق كله كيف؟ ماذا يقول الإمام الجصاص؟ وكذلك كان سبيل من قبلهم مع معاوية. واضح جدا، يقول معاوية مثل عبد الملك ومثل الحجاج، مثل كل هؤلاء الظلمة، ظالم من الظلمة، بل هو الذي سن لهم سنة الظلم والتغلب والتملك. ومن سن سنة سيئة والعياذ بالله كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. قال لك مجتهد مأجور، لا مأجور، كل له أنت الأجر يا مسكين. تتحكم أنت إيه في عضيات الله، بتفكر يجوز بهذه الأساليب. وكذلك كان سبيل من قبلهم مع معاوية حين تغلب على الأمر بعد قتل علي عليه السلام. وهي الجصاص الحنفي يسلم على مين؟ على الإمام علي عليه السلام، ومش الشيعي طبعا. وقد كان الحسن والحسين يأخذان العطاء كذلك. وكذلك من كان في ذلك العصر من الصحابة وهم غير متولين له. لمين؟ لمعاوية. انتبه، معاوية أحد الظلمة، يقول لك أحد الظلمة الفسق الفجرة، لا نواليه، نأخذ أرزاقنا على أنها حقوق لنا في يد هذا إيه؟ يقول الظالم الجصاص. وقد كان الحسن والحسين يأخذان العطاء وكذلك من كان في ذلك العصر من الصحابة وهم غير متولين له بل متبرئون منه. لما قلنا على المنبر أنا أبرئ الله المعاوية وأفعالي، جن جنونهم، كيف عندك جراءة؟ أنا أتكلم بعلم، أنا مش أهبل، مش ولد صغير، أفهم ماذا أقول، أفهم ماذا يخرج من رأسي بفضل الله عز وجل، حتى وإن كنت منفعلا أعرف كل ما أقوله. عليكم أنتم أن تعرفوا، أن تفهموا، أن تراجعوا العلم، استوثقوا لأنفسكم، الحكاية مش هكذا بالاستغفال. بل متبرئون منه على السبيل التي كان عليها علي عليه السلام. كانوا هم يتولون أباهم وطريقة إيه علي عليه السلام، فيتبرؤون من معاوية ومن طريقته التي كان عليها علي عليه السلام إلى أن توفاه الله، إلى أن توفاه الله تعالى إلى جنته ورضوانه. فليس إذن في ولاية القضاء من قبلهم ولا أخذ العطاء منهم دلالة على توليتهم، توليهم يعني، واعتقاد إمامتهم. أعتقد أن النص واضح جدا. الإمام أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص من أئمة الأحناف، مجتهد مذهب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.